يوم تراقي من منطلق برنامج حتى أنا كينا، والذي تشرف عليها المديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة طنجة، عرضت فيه مختلف ما تزخر به جهة الشمال. لمة راقية أبرزت من خلال هذه الجلسات التنوع الثقافي والتراث اللامادي الذي تعرف به منطقة جبالة بالشمال، تنوع برز من خلال بسط صور عمل النساء الجبليات بمختلف مناطق جبالة داخل وخارج البيت في مواسم الخريف والربيع والصيف والشتاء. هذا اللقاء اليوم كيندارج في التعريف بالموروث الثقافي للمرأة المغربية بصفة عامة والمرأة الشمالية بصفة خاصة. كما لاحظتوا كاين هناك مجموعة من الورشات حول المهارات اليدوية للمرأة المغربية، من حياكة، من طرز، من مهارات يدوية في مجال الطبخ كصناعة السمن البلدي، كسكسو، الطبخ المغربي التقليدي. وهذا اللقاء الهدف منه هو تعريف الجيل الجديد بالموروث الثقافي للجيل القادم، وبهذا غنعملوا واحد لقاء كجسر ما بين الماضي والحاضر، على اساس اننا بغينا نثمنوا هاد المهارات ونشجعوا النساء اللي مازال محافظين على هاد التقاليد ديالنا المغربيه. نسعى من خلال هذا المعرض اليوم اولا الى تحقيق الاستقلاليه الماليه للمراه، خصوصا الرائدات ديال الانديه النسويه، ولكن الاهم من كل هذا هو تثمين المنتوج الثقافي المغربي في مجالات مختلفه، في مجال التغذية، في مجال الأطعمة، في مجال الصناعة التقليدية، وجعله أداة لتحقيق هذه الاستقلالية المالية للمرأة وخصوصا الفتاة، علما أن الرائدات ديال الأندية النسوية هي مجموعة من الفتيات اللواتي يقبلن على التكوين بهذه المؤسسات بهدف الحصول على حرفة بديبلوم، ولكن حرفة مساعدة أيضا على تحقيق هذه الاستقلالية الذاتية والمالية.